الصباح مع ديك الساعه الاربعاء ما جالسين ما بينا ما لينا، جا واحد السيد عندي قال لي خاي هشام راه كاين شي حاجه في الحومه ديالكم، شي واحد دخل الجامع كيضرب في عباد الله، المهم وقع مجزار. مشيت انا كنجري جري مع شي الدراري كنجريو، وصلنا لعين المكان مطاعد الجريمه، جبرنا باب المسجد مشدوده صافي، ما جبرنا شي حال، ما كاين لا مخزن لا والو. ديك الساعه هذيك عاد طلعوا الدراري كيعيطوا للمخزن، حنا ديك الساعه الدراري الحومه مع بعضنا بقينا شنو كنعملوا، بقينا كنركلوا الباب، كنجي كنجري كنركل الباب، كنجي كنجري كنركلوا الباب صافي، عاو معنتز باب مشدوده هو معنتز، الضربه الاخريه ضربنا الباب، واحد الولد كالها باللوحه، ملي كان اللوحه جا المخزن، جا المخزن ديك الساعه هذيك فهمتي، ما كاين حتى شي حال، بقينا كنغوتوا جبد الفردي ضراب 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 ضراب، شبر ديك البوليسي مشى باب الجامع، جبد البوليسي قال له يفتح الباب ينتيري، ديك المجرم هذاك الساعه اللي سمع داك الشيء هذاك فتح الباب، فتحنا الباب اخاي شنقول لك درمنا عليه، شنقول لك ما الزهر اخاي، ما زعما ما عمري كنت كنتوقع هذا الشيء اللي شفت بعيني، ولحد الان كنقول لكم والله ما ناعس اخوتي، داك الشيء هذاك بزاف لا يوصف، هاد المجزرة هادي لا توصف اخوتي، حاشاك اليهودي ما يعملش هادشي هذا، والله ياخذ الحق، زعما نقول لك الله يرحم الاموات زعما، وهذاك المسكين اللي باقي في السبيطار حتى هو الله يشوف من حاله، وهادشي هذا صراحة ما عمرنا شفنا في المدينة ديالنا، وهادشي هذا ما عمرت شفت في الحياة ديالي صراحة شحال